فن بلدي هالمرة سبيشل. اليوم فن بلدي من مطعم وقاعة روتانا في عرابي، وضيفنا بيحبش الحكي كتير، بيحب يغني، وإحنا كل اللي علينا نعمله نعطي الميكروفون عشان نسمعه ونسلطن. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن بالحسين، ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان نقول كل الرضا يوم تروح له مرتين من السيدة لسيدنا الحسين. ضيفنا ماريو كرام، فنان وعازف عود من قرية علبون، عمره 20 وبغني أغاني عمرها أكثر من 60 سنة، بيختار دائما كلاسيكيات الطرب. ماريو بلش يغني بعمر 7 سنين، بلش يكبر شوي شوي ومع كل يوم بيكبر حلمه معاه، وانطلق حتى انضم لجوقة سراج بال2015 بقيادة المايسترو سامر بشارة. التحق للتعليم في الأكاديمية للموسيقى والرقص في القدس، واليوم ومن مطعم وقاعة روتانا اللي عزمونا لعندهن ومع نغمة حلوة وأكل طيبة، تعالوا نبلش. مرحبا ماريو. مرحبا مرحبا. سؤالي الأول في البدايات، يعني كانت بجيل 7 سنين واللي اكتشفوا صوتك اكتشفوه من اسطواني، مين اكتشفك وشو قصة الاسطواني في الموضوع؟ الاسطواني منها بلشت، خلينا نقول كل موسيقتي وكل حياتي الموسيقية. طيب هات نبلش هيك من البداية. من البداية اللي اكتشف موهبتي هو الوالد، والدي عازف عود ومغني بالأساس، ولكن ما اليوم بغنيش يعني هيك. ففي لما كان عمري 7 سنين كان بعده يعني بالتدريب وبالغناء وبالعزف وهيك، فجاب أسطواني على البيت، أسطواني اللي فيها 15 أو 16 أغنية، حتى بذكر قسم أغاني منها مثل زي كانت ليش 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 يا جاري وفطوم فطومي وهي الشغلات الشعبية الدارجة. حلو. فلما كان يحط الأسطواني يشغلها ويعزف هو مع العود، فكان يشوفني هيك قاعد بالزاوية أنا وبتمتم الأغاني اللي مشغلة في الأسطواني بدندنن. أيوة بدندنن هيك على الخفيف. فمرة هيك شافني وشافني حافظ الكلمات كلها، كنت ولد 7 سنين حافظ 15 أو 16 أغنية بالأسطواني وقاعد بدندنهن، وكنت ما أقومش من الزاوية غير تخلص الأسطواني، تخلص آخر غناي ساعتها أقوم. هاي متذكرة أنت يعني كنت قاعد بالزاوية تقعد تسمع الأغاني كلهن؟ طبعا طبعا. طيب فمرة بقول لي تعال، وقفنا الأسطواني، عزف هو الغنوية وبلشت أتمتمها، ومن هناك يعني بلشت حياتي الموسيقية. حلو. طيب يعني بما أنك هيك من بيت فني كيف حكيت، ومثل ما قلت والدك عازف وكان طبعا يغني. وإخوتي عازفين غير شوفت الوالد. شوفت طبعا. فخلينا هيك أسألك، شو أول تأثير حسيت فيه بس كبرت من الأهل، من البيت الفني اللي من نشأتك؟ يعني مثلا طالع أنت من علبون على القدس على الأكاديمية، شو الأغاني اللي بتسمعها؟ لما أنت عايش بجو موسيقي اللي حواليك اللي هن عيلتك موسيقيين، إن داعمين لهذا الإشي طبعا، فأنت بشكل لا مباشر متأثر يعني فيهن باللي تعودت عليه، بالأغاني، نوعية الأغاني اللي تعودت أسمعها من أنا صغير. يعني شو الأغاني اللي كنت تسمعها وانت صغير متذكرها منيح، متذكر الجو تبعها؟ يعني أنا مغنيين مثلا
عبد المطلب، عبد الوهاب، فريد الأطرش، أم كلثوم، وديع الصافي، صباح يعني فخري. مرجونا لكلاسيكيات الطرب. أكيد مع حفظ الألفاظ طبعا يعني. حلو كتير. طيب تعال نتخيل أنه أنت هيك بسنوات الستينات أو السبعينات. أول شيء إذا بطلب منك تتقمص شخصية فنان أنت بتحبه أو بهداك الوقت كنت تكون هذا الفنان. هن وديع الصافي ومحمد عبد الوهاب. حلو، بدنا نختار واحد منهن يعني. اختار واحد منهن. نختار وديع الصافي. وديع الصافي. طب شو علاقة وديع الصافي بعلبون؟ هات أيوة. هي هاي بحد ذات عشان هيك يعني طيب أهل عيلبون. لا أحكي لك، أهل عيلبون بيعشقوا وديع الصافي. حتى عنا يعني في شارع الصافي اللي سموه البلد على شارع الصافي نسبة لوديع الصافي. المعهد الموسيقى عنا تبع البلد اسمه معهد الصافي. حلو. فكمان الواحد غير انه بتأثر بعيلته وبخلي القرايب، كمان بتأثر ببيئته والبلد الموجود فيها. فأنا كماريو كابن عيلبون طبعا متأثر كتير بوديع الصافي وبحب وديع الصافي بشكل يعني خلاص إله معزة خاصة بالقلب يعني مش ممكن حدا. حلو يعني يلغيها. اخترت وديع الصافي. أها. طيب شو رأيك هيك نسمع إشي من وديع الصافي؟ طبعا بكل سرور. زعموا سلوتك ليتهم نسبوا إلي الممكنة، زعموا سلوتك ليتهم نسبوا إلي الممكنة. المرء قد ينسى المسيء المفتري والمحسن، لكنه مهما سال هيهات سينسى الموطن. قومي تنمشي بهديني يا حلوة الحلوين، قومي تنمشي بهديني يا حلوة الحلوين. نصغر سني نكبر سني نرحل متل تشرين، منطير بالأحلام من سابق الأيام، بحقول وبساتين يا حلوة الحلوين. ماريو بلشت انت تعزف بجيل 12 سنة صحيح؟ طبعا. طيب احكي لنا عن الموضوع، كيف بلشت ومع مين تعلمت؟ العود بلشت بجيل 12 سنة، اول سنة ونص تعلمتهن عند الأستاذ أيمن صلاح الدين بالمغار، وما بعد السنة ونص انتقلت عيلبون عندنا معهد الصافي، تعلمت عند الأستاذ جميل منصور، تعلمت عنده 5 سنين. حلو. عزف عود ويعني بعدين انتقلت لحالي يعني ولليوم. طيب إذا بدي أسألك سؤال تقني هيك شوي، عزفك على العود شو بضيف لك؟ يعني هو بضل مرافق بس كمرافق، ولا هو يعني بعطيك مساحات الصوت، بعطيك نغمات؟ هات اشرح لنا، لأنه الناس بتفكر إنه العود أو مثلا أي آلة تاني بترافق المغني هي مرافقة. هات نحكي عن الموضوع هذا. موضوع العزف خلينا نقول بفهمك أساسات الموسيقى. أنا يمكن بشبه دائما اللي بغني ولكن ما بعزف بأنه بعرف النغمات طايرة بالهواء أو مبعثرة، ولكن لما أنت بتيجي بتعزف على العود أو على أي آلة تانية طبعا، أنت لما بتعرف وين الدو والري والمي والفا، فيمكن أنت بتتعمق أكتر بالنغمات ويمكن تفهم التركيبة أو الخلطة الموسيقية أكتر. يعني كمان ممكن يطور موضوع مساحة الصوت، مساحة الصوت والفكر الموسيقي، فكر الموسيقي اللي بتطبقه بغنائك طبعا. فالإشي طبعا لا كتير بفيدك بغنائك. حلو كتير. وعلى فكرة يعني هاي معلومات بتخيل انه حلو الواحد يحكي عنها طبعا، لانه طبعاً الناس بتعرفهاش كتير. يعني الناس بتقول لك بيعزف وبيغني حلو طبعا، وايضا يعني البيانو على فكرة. انا تعلمت سنتين على البيانو.
اختياري كمان للبيانو حبيت أوسع أفاقي الموسيقية أكتر لما تضلش خلينا نقول محصورة بالشرقي وإنما تروح كمان على الغرب. غربي. فالبيانو هي الآلة خلينا نقول الأساسية عند الغرب. فحبيت كمان أخذ شغلات من الغرب وأحاول قدر الإمكان أطبقها بالموسيقى الشرقية. طيب إذا نيجي على جوقة سراج بقيادة المايسترو والصديق سامر بشارة. طبعا. يعني أنت انضميت لهناك بجيل 15 سنة صح؟ صح مزبوط. طيب إذا بسألك هيك شو أضف لك فنيا مشاركتك بالعروض اللي كتير مميزة أصلا اللي بيعملوها هني وكمان جماهيريا خلينا نقول يعني هل بعرف الناس عليك أكتر كمان؟ جوقة سراج أنا حسب رأيي الشخصي على سؤالك شو بيضيف لي فنيا يعني لما احنا بنعمل كل سنة تكريم لفنان وجولة عروضات اول اشي انت بتتعمق اكتر بالفنان هذا يعني على سبيل المثال عملنا مرة لعرض كامل لأم كلثوم عرض لسيد مكاوي عرض لعبد الوهاب فيمكن انت يكون مثلا في غناني بتعرفهاش لسيد مكاوي وحفظتها من خلال العرض هاي واحد اثنين فنيا الاصدقاء المغنيين والعازفين والمايسترو طبعا زملائك في الجوقة طبعا في مثل بيقول الحكيم هو اللي بتعلم كمان من غيره فأنت بتطلع كمان على الفنانين الأصدقاء وبتأخذ طبعا تستفيد من شغلات كتيرة من غيرك وطبعا كمية العروض اللي بتطلعها جوقة سراج فهذا الاشي بيعطيك خلينا نقول بثقفك مسرحيا وجماهيريا كمان يعني وقفتك على المسرح طبعاً قدام جمهور طبعاً وهيك طبعاً حلو كتير حلو كتير تحية لسامر بشارة تحية طبعاً لكل المايسترو ولطاقم جوقة سراج يعني طبعاً كلياتين طبعاً من متابعتي لإلك شفت لك فيديوهات على السوشيال ميديا وبتغني فيها موال كتير عجبني بصراحة موال لا يعرف الحزن وغنيت بعدها أغنية ما بيسألش علي أبداً صحيح أول شيء على أي مقام هاي الأغنية بما أنه هيك موسيقية بنحكي نهاوند مقام نهاوند حلو شو رأيك هيك ندندنها شوي يلا لا يعرف الحزن إلا كل من عشق وليس من قال إني عاشق صدق لا 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 يعرف إلا كل من عشق ليس من قال إني عاشق صدق وليس من قال إني عاشق صدق للعاشقين نحول يعرفون به من طول ما حالفوا الأحزان والأرقى للعاشقين نحول يعرفون به من طول ما حلفوا الأحزان والأرقى ما بيسألش علي أبدا ولا بتشوف عني أبدا ما بيسألش علي أبدا ولا بتشوف عني أبدا يا ما نديته واترجيته يا ما نديته
ترقيته انه يرق شوية ابدا. ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش عليا ابدا. طيب اسمع هيك, احنا بنهاية لقائنا للأسف, بس حبيت هيك اول شيء اسألك, في مقام معين انت بتحبه عندون التاني ولا كل المقامات عندك بتحبين؟ صراحة يعني سؤال شوي صعب, هو اصعب سؤال للفنانين هذا. خلينا نقول حسب المود اللي انت فيه. انا كتير بحب مقام الرست. حلو. الرست بيجي مقام طربي, انا بفرفحني. خلينا نفرفح. حلو. كل مقام له هيك رونقه الخاص, له ميزته. الحجاز كتير بحب, مثلا مرات بكون بمود بدي اسمع هسه حجاز, بدي اسمع حلبي مثلا. حلو حلو. طيب نسمع اغاني خاصه كتير لفنانين من بلادنا, وهذا يعني يمكن احنا اخصناه هنا بزاويه فن بلدي وسبيشال, انه كمان الاغاني الخاصه لفنانين بلادنا نبرزها. اها, في اغاني خاصه رح تكون في مشاريع لقدام؟ في مشاريع موسيقية. أغاني الخاصة الصراحة عم بشتغل على الموضوع, وفي أغنية يعني اللي بس, ولكن بعدنا مش بكتير تفاصيلها. خلال السنة بفكر رح تنزل يعني. حلو كتير. طيب أنا حبيت أشكرك يعني بختام هذا اللقاء الحلو. بشكرك فنان ماريو. شكرا شكرا لك الياس, وشكرا طبعا لراديو الناس وطاقم راديو الناس, هذا الراديو الجميل والمميز اللي دائما داعم للفن وداعم للثقافة في بلادنا. الله يخليك. شكراً. طيب يعني بشكرك على فنك الحلو, نغمتك الحلوة, والأكل الطيب اللي شفناه في طبعاً مطعم روتانا. ومن هون بدي أرجع البث لزميلي ناصر طاها, بستناني في استوديو رقم 1, ويعطيكم العافية.